الطقم ده طلع تحفه على الحقيقه، الوانه مبهجه بشكل رهيب بجد، يعني انا فرحت جدا لما جبته. حجمه حلو جدا، تمام طبعا ده قال يبقى محكم الغلق. طلع فليكسبل كده معانا، تمام حجمه 480، يعني نقدر نقول زي نص لتر كده. ده استخداماته ايه؟ ده قاري محكم، ده استخداماته عدي بقى: جبن في التلاجة، مخلل، بقيت سريلاك، كورن فليكس، لبن بيبي، مخللات، فول. كمان هو تحفة جدا جدا وانت خارجة لو بتعملي فروت سلطات، لان حجمه مناسب جدا لو بتعملي فروت سلطات او بتعملي ترايفل كيك او ترايفل شوكلت، وبتقفليه وبتاخديه معاكي وانت خارجة بامان جدا. يمكن الناس الجديدة اللي ما تعرفش موضوع الدقالي المحكم، انا هنا مثلا مليا مية، تمام الدقالي احنا قلنا بنقفله من ورا لقدام اهو كده زي ما احنا شايفين، قفل عمق سمك الدكة، افرغ الهواء، قفل اهو ولا اي حاجة بقى مهما تغذيه. الطقم تحفة وسعره فظيع، يعني انا شخصيا قررت ان انا اجيب منه تاني.